هذا وعبر طلبة وطالبات مدارس مملكة البحرين في يومهم الدراسي الأول عن فرحتهم ومشاعر الحماس بالعودة إلى المدرسة والالتقاء بزملائهم وزميلاتهم وصفوفهم الدراسية، إذ استقبلت مدارس البحرين أكثر من 153 ألف طالب وطالبة في انطلاقة العام الدراسي الجديد. هذه السنة الثانية لي في المدرسة، وأحب المدرسة وايد لأنها متطورة جداً. بأجواء من الحماس والسعادة بدأ الطلبة والطالبات يومهم الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد منذ الصباح الباكر، مجتمعين مع أصدقائهم وزملائهم ومعلميهم ومودعين الإجازة الصيفية ليبدأوا رحلة دراسية من الجد والنشاط. أنا وايد متحمس إني رديت المدرسة لأن بشوف ربعي وبدرس وبستانس. مستانسة حق رفيجاتي ومعلماتي اليدة ومشرفاتي الطيبين. كانت الإجازة يعني طويلة وكافية وتعلمنا فيها مهارات جديدة، وأهم شيء تعلمناه في الإجازة هو حفظ القرآن. في النهاية يعني في نهاية الإجازة كنا متحمسين وايد حق المدرسة. متحمسة حق المدرسة حق أول يوم لأن بشوف معلماتي والطلاب وكذي. ومن طابور المدرسة الصباحي بدأ الطلبة يومهم بمزيج من مشاعر الولاء وحب الوطن والحرص على اتباع نصائح الكادر التعليمي ونصائح أسرهم ليكونوا جيلا واعيا بأهمية العلم في نهضة الوطن. متحمس بالذات حق الراجع حق ربعي وأصدقائي اللي أنا عارفهم، والمادة صراحة أكثر مادة متحمس لها هي مادة العلوم. متحمسة حق الدراسة وايد، واني باي حق المدرسة ومشتاقة حق معلماتي وحاطة في بالي ان انا باي ان شاء الله 100 من 100. طبعا اكثر شيء كنت متحمسة في المدرسة هو التقاء الاصدقاء وخصوصا المعلمين والتعرف على الصف، ومع اني كنت من قبل اسبوعين يعني ان متحمس اني اجي المدرسة. انا مستانسة ان المدرسة رجعت وان شاء الله اتفوق والطالبات يتفوقون. مستانس ان بنرجع حق المواد والفعاليات اللي بصير حق المدرسة، وأكثر يعني مادة متحمس لها الرياضيات يعني فيها منافسة. عام دراسي جديد تستكمل فيه المسيرة التعليمية في مملكة البحرين من خلال حرص وزارة التربية والتعليم على توفير الخدمات والاستعدادات اللازمة ليستقبل الطلاب والطالبات عامهم الجديد بكل يسر ونجاح.